جامعة 9، لأن ده كله لقيته في قلبي وامتحنت ده كله، إن الصالحين والحكماء والأعمال بتاعتهم في إيد الله. الإنسان ما يعرفش حب ولا كره، الكل قدامهم، الكل زي ما للكل. حادثة واحدة للصالح وللشرير، للصالح وللطاهر وللنجس، للي بيذبح وللي ما بيذبحش. زي الصالح الخاطي اللي بيحلف زي اللي بيخاف يحلف، ده أشر كل اللي اتعمل تحت الشمس. إن حادثة واحدة للكل، وكمان قلب ولاد البشر مليان من الشر والحماقة في قلبهم وهم عايشين، وبعد كده يروحوا للميتين. لأن مين اللي يتم اختياره؟ لكل اللي عايشين في أمل، لأن الكلب اللي عايش أحسن من الأسد اللي ميت، لأن اللي عايشين عارفين إنهم حيموتوا، أما اللي ميتين فما يعرفوش حاجة وملهمش أجر بعد كده، لأن الكلام عنهم اتنسى، والحب بتاعهم والكره بتاعهم والغيرة بتاعتهم ضاعوا من زمان، وملهمش نصيب تاني من غير نهاية في كل اللي اتعمل تحت الشمس. روح كل عيشك بفرح، واشرب الخمرة بتاعتك بقلب كويس، لأن الله من زمان رضي عن عملك. تبقى هدومك في كل وقت بيضة، والدهن على راسك ما ينقص. شوف عيشة مع الست اللي حبيتها، كل أيام العيشة اللي على الفاضي بتاعتك اللي ادهالك تحت الشمس، كل الأيام اللي على الفاضي بتاعتك، لأن ده نصيبك في العيشة وفي تعبك اللي تتعبه تحت الشمس. كل اللي تلاقيه إيدك عشان تعمله اعمله بقوتك، لأن مفيش عمل ولا حساب ولا معرفة ولا حكمة في الهوية اللي انت رايح لها. ورجعت وشفت تحت الشمس ان الجري مش للخفاف، ولا الحرب للجامدين، ولا العيش للحكمة، ولا الغنى للفهمة، ولا النعمة لأصحاب المعرفة، لأن الوقت والبلوى يقابلوهم كلهم، لأن الإنسان كمان ما يعرفش وقته. زي الأسماك اللي تتاخد بشبكة ضيع، وزي العصافير اللي تتاخد بالفخ. أهو كده ولاد الإنسان متصادين لوقت وحش زي ما يقع عليهم فجأة. الحكمة دي شفتها كمان تحت الشمس، وهي عظيمة عندي. مدينة صغيرة فيها ناس قليلين، فجيه عليها ملك عظيم وحصرها، وبنى عليها أبراج عظيمة، وتلاقى فيها راجل مسكين حكيم، فنجى هو المدينة بالحكمة بتاعته، ومحدش افتكر الراجل المسكين ده. فقلت الحكمة أحسن من القوة، أما حكمة المسكين فمحتقرة وكلامه ما يتسمعش. كلام الحكمة يتسمع في الهدوء أكتر من صريخ اللي متسلط بين الجهلة. الحكمة أحسن من أدوات الحرب، أما خاطي واحد فيبوظ خير كتير.